نبدأ أخبارنا العالمية من عند مانشستر سيتي، واللي لقب بالدوري الإنجليزي الممتاز أثناء تواجد لعبته في بيوتهم، وده بعد خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست بهدف نظيف. الهدف سجله تايو أوناي وده كان في الدقيقة 19. أرسنال طبعا ما قدرش يستفيق بعد هذا الهدف، وحاول أكتر من مرة وما قدرش يسجل أي هدف. أرسنال تجمد رصيده بعد هذه الهزيمة عند النقطة 81 من 37 مباراة، مع تبقي مباراة واحدة لأرسنال، فكده أقصى رصيد هيوصله من النقاط هو 84 نقطة. أرسنال تصدر البريمير ليج لمدة 248 يوم، وده الرقم الأكبر لأي فريق غير متوج في تاريخ البريمير ليج عموما. مانشستر سيتي أصبح بطل البريمير ليج للموسم الثالث على التوالي، وبشكل رسمي مانشستر سيتي 85 نقطة، لسه عنده كمان 3 مباريات ما لعبهمش أمام تشيلسي وبرايتون والأخيرة أمام برينتفورد، طبعا هتكون كلها بالنسبة للسيتي تحصيل حاصل. مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 9 ألقاب من الدوري الإنجليزي ليتقاسم هذا المركز الرابع مع إيفرتون صاحب نفس العدد من الألقاب. يحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الأبطال التاريخيين للدوري الإنجليزي ب 13 لقب، وليفربول في المركز الثاني ب 19 لقب، ومانشستر يونايتد في المركز الأول ب 20 لقب. مانشستر سيتي هو ثاني أكثر الفرق تتويجا في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد، أي بعد عام 1992. السيتي فاز بسبع ألقاب، 5 منهم تحت القيادة الفنية لجوارديولا، والفريق الأكثر تتويجا في الحقبة الجديدة طبعا هو مانشستر يونايتد اللي حقق 13 لقب.